اكيد كان في اصداء كتيره جدا للمستوى المتذبذب اللي ظهر بيه نادي الزمالك على مدار الاسابيع اللي فاتت منذ تولي السير بيميتشو لزمام الامور الفنيه داخل القلعه البيضاء. كان في نتائج ايجابيه وكان في شكل مميز جدا ظهر بيه نادي الزمالك، خصوصا كمان مع استخدام الصفقات الجديده اللي ابرمها نادي الزمالك في ميركاتو الصيف، وكان فيهم اسماء لامعه بشكل كبير جدا. ولكن من مباراه للاخرى اصبح ظهور نادي الزمالك على الصعيد المحلي باهت بعض الشيء، الاداء مش هو الاداء اللي كان متوقع يظهر بيه ويستكمل بيه ميتشو مشواره، وكمان اللاعبين وحجم الصفقات والقيمه بتاعه الصفقات ما ظهرش نتيجتها مع مستوى نادي الزمالك من مباراه لاخرى. ولكن كان ممكن نقول مباراه ام بي وبعد استئناف الدوري مره ثانيه كان الكثير منتظر مستوى افضل من ده يظهر بيه نادي الزمالك، وكان من المفترض ان التوقف ده يكون بيصب في مصلحه نادي الزمالك، ولكن ده ما حصلش بخساره امام ام بي. كان من المفترض يكون في طي لصفحه المنافسه المحليه ويكون الظهور على الصعيد الافريقي بشكل افضل، ولكن بتبقى خساره كانت ثقيله بعد الشيء من قبل نادي الزمالك على ايد مازيمبي الكونغولي. أصداء كل ده تابعناه بعد ساعات قليلة من انتهاء المباراة من دعم اللاعبين للمدير الفني بقى السابق لفريق نادي الزمالك السربي ميتشو، وده كان ليه رد فعل ممكن يكون هو ده اللي حصل خلال الساعات القليلة اللي فاتت، انه فعلا قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لنادي الزمالك، هيكون خليفة لميتشو السربي. وبيعاون كارتيرون في مهمته الكابتن سامي الشيشيني والكابتن أمير عبد العزيز مساعدين، وعمر عبد السلام مدربا لحراس المرمى، واليوناني أنطونيو مدرب أحمال يعود مرة تانية. وكمان من المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة يوم الثلاثاء اللي هو النهاردة، وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر إقالة السربي ميتشو من قيادة الفريق على خلفية الهزيمة اللي تلقاها أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا بثلاث أهداف مقابل لا شيء. هل من الممكن يكون قرار رحيل ميتشو بالرغم أن كان في قرارات دايما أو يعني تصريحات بتخرج من مجلس إدارة نادي الزمالك أن الإبقاء على ميتشو أيا كانت النتيجة ومش هيكون الحكم عليه سريعا، ولكن اصبح الحكم عليه سريع، مرتبط دوت يا ترى بقرار او بتصرفات نادي او لاعبو نادي الزمالك ان هم يكونوا بيدعموا المدير الفني على السوشيال ميديا ومن خلال تويتس، وتويتس كانت تقريبا كوبي بيست يعني من كل لاعب للاعب على الحساب الخاص بتاعهم على تويتر. هذا ممكن يكون رد فعل من مجلس الاداره، لان طبعا الابقاء على اي مدير فني دي حاجه بتعود فقط لمجلس الاداره، ودي حاجه اداريه مش من المفترض نشوف اللاعبين بيتدخلوا فيها. تدخل اللاعبين ده اسفر عن ايه؟ عن رحيل المدير الفني السربي ميتشو وتولي مدير فني جديد، ولكن هو مش جديد بقى على الدوري المصري. كارتيرون كان بيتولى القياده الفنيه للنادي الاهلي من بقى اشهر قليله الموسم اللي فات، ولكن بما ان المواسم ملتحمه بعض الشيء ومباريات لسه كلنا متذكرينها، فبالتالي هيعود مره ثانيه ولكن لتولي القياده الفنيه داخل نادي الزمالك. نشوف هذا القرار ممكن يكون بيصفر عن ايه، مدى تاثيره ايجابي ام سلبي التغيرات ديت، خصوصا انه واضح ان اللاعبين ومجلس الاداره مش في افضل حال، ولكن بنامل ان يكون حلول للمشاكل دي بيبقى سريع وداخل الغرف المغلقه، لان الحفاظ على مستوى نادي الزمالك يكون دايما كده في المقدمه وقادر يقدم عروض جيده، قادر ينافس على الصعيد المحلي والافريقي، حاجه وتزيد من رونق وقوه كره القدم المصريه. هنشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه للمدير الفني الجديد.